يظهر لي أول مرة في التاريخ وأول مرة أول بلاد باش تبدا ثورة تحسب لها. أي لها تحسب، كنا غايرين على صحتنا. ما جيبوهاش للمسؤولين، جيبوه لهاد العوم صاحبي. اليوم نخلصوا في 76 دينار الطرناطة، يعني نلفوا في الزبلة. ماذا مش حتى الشركة مش تهزهم ومش يقعدونا على قلوبنا إن شاء الله غادي. درنا فتي مزبلة هي. عدنا من جديد للوضعية النقطة الصفر. في أكتوبر 2012 وقع غلق مصب جلالة، المصب المراقب اللي يعتمد تقنية ردم النفايات نتيجة لعديد الاحتجاجات التي شهدتها الجهة من طرف المواطنين والساكنين في جلالة. جربة لقيت روحها في وضعية حرجة وحرجة جدا، باعتبار أنها تفتقد لمصب يحتوي جميع الفضلات. الوضعية كانت معنا خطيرة برشا، كانت الزبلة متراكمة في الشوارع في الأنهج، احتجاجات كبيرة في كل معنا مناطق الجزيرة، احتقان اجتماعي كبير، مسألة معنا باتت معنا تهدد حتى بأمراض إلى غير ذلك. البلدية معنا لقيت روحها مجبرة في الفترة ذيك البلدية الثلاثة أن يشوفوا حلول وقتية واعتمدوا بعض المصبات العشوائية اللي كيف كيف حتى المصبات العشوائية هذه خلقت العديد من الإزعاجات للمواطنين، وكانت معنا أرهقت البلدية الثلاثة في مفاوضات وحوارات وإقناع المواطنين. في نفس الإطار وبالتوازي مع ذلك بلدية حمصول معنا بادرت بإيجاد حل جذري لهذا المشكل، وقع التفكير في تثمين النفايات كحل على الأقل يحل المشكل وإلا يقلص من حجم النفايات المتراكمة في الشارع ولا التي سيقع ردمها، وقع التفكير في تركيز مشروع نموذجي لتسميد النفايات، يعني نفسر كون الزبلة متاعنا ممكن نحولها لسماد عضوي يمكن يقع فرزها بلاستيك حديد كاغت كردونة مواد معنا عندها قيمة. جاو عباد وفسرونا كيفاش نعملوا، كيفاش الماكلة وحدها وكيفاش البلاستيك والكواغط وحدهم وكيفاش البلار وحده، فهمت؟ فسرونا كيفاش. أول مرة صعبت علينا وبعد اللي مشينا معناها في اللمط هذايا وعجبتنا الحكاية الحق. حاجة نظافة حد مشروع نظافة بالكدا حد ما عاد يلوح، عطهم عشعتون وخسروا الجرائم من حد الوسخ. النهار اللي باش نخرجوا البوبال نتاعنا الكحله الناس كل تخرج البوبال نتاعها لبرا، والبلاستيك زاد كيف كيف نهار البلاستيك تشوف زاد كل الشكاره البلاستيك نتاعنا كل دار كل الشكاره البلاستيك نتاعها قدام الدار نتاعها. كانت الزبده من الغادي نحنا والله بالضبط والدبان كل الحق من عملنا البوبالات عطونا كل ما عادش. في الفتره بعد هذه خممنا في تكبير المشروع باعتبار أنه ناجح، قلنا لما لا نفكر في مشروع نموذجي أكبر يستوعب جميع فضلات المنطقة السياحية تبع حمصول ومتساكني حمصول، وقع التفكير في تركيز مشروع نموذجي في مليتا. بالتوازي مع ذلك اعتمدت البلدية مصب شبه مراقب في مليتا وكان تحت مراقب مواطنين كان يقع فيه الردم اليومي، وبالتوازي وقع معنا بداية في إنجاز المشروع هذا الأكبر اللي بقى معنا باش يستوعب جميع فضلات حمصول. الأشغال تقدمت بشكل كبير ياسر والتراخيص كيف كيف حصلنا عليها، أكثر من ذلك دعم كان أولي من طرف الدولة بمبلغ على ما أعتقد في حدود 400,000 دينار. الأشغال معناها تمت في فترة بداية أنه باش يبدأ يخدم، لاحظنا احتجاج واعتراض المواطنين على المكان. الاعتراض هذايا معناها تزداد وصل درجة لغلق المصب هذا، غلق المصب العشوائي الموجود شبه مراقب في مليتا، وفي نفس الوقت غلق هذا المشروع النموذجي. جويليا 2014 شهدت جربة في نفس عدنا نفس المشكل، شبه فراغ الزبلة في الشوارع، احتقان، احتجاجات، صارت بعض المحاولات لإخراج الفضلات خارج جزيرة جربة كلها فشلت نظرا لاعتراضات المواطنين في الجهات هذه. وفي هذا صدد عن السيد الهادي العالب وزير التجهيز والإسكان أنه سيتم رفع الفضلات وتنظيف كامل بلدية حمصول خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، وأكد أنه سيتم تحويل فضلات مصابة النفاتية أبو حمد. من أين جاء؟ نظرا النفاتية مزبلة هي. وتشاور الناس ساعة قبل كل شيء وما راضي حتى واحد حتى يفترض أن تشاورت الناس. إحنا قلنا لهم كم يعزوا علينا خليني ندوي ما دام عطيتوني الكلمة، كم يعزوا علينا هاري جربة، إحنا ما نرضوش أن فضلاتهم تعفن لهم بيتهم يرموها في جربة يا أخوي، إحنا فضلاتنا نرموها قدامنا
ترضاش انت باش نرمي فضلاتي قدامك انت؟ هذا غير معقول بتاتا، وحتى في الدستور ماهوش موجود. في جويليه 2014 اعضاء النيابه الخصيه لبلديه حمص السوق لقوا نفسهم مضطرين لتقديم استقاله جماعيه باعتبار انهم دخلوا على اساس مشروع وبرنامج متكامل. البرنامج هذا وقع ايقافه وفشل. دولة مثلا كان عليها انها تعلن للملأ انه المشروع هذايا هو مشروع دولة بتوفير الاعتمادات الضرورية، بالاشهار به بالاعلان، يعني عن طريق وسائل الاعلام. هذا كله ما صارش، خلى وانه شكوك حامت، أو معناها شكوك كثرت حول المشروع هذا إلى حد معناها غلق المصب، بغلق المشروع بتاع مليتا. ما ثماش ما يفيد أنه دولة حاضرة، ما عدا ربما قسط من الاعتمادات اللي دون المأمول اللي تم معناها تخصيصه للمشروع. جويلية 2014 اتخذ قرار من طرف وزير البيئة بفتح مصب جلالة باعتبار أنه يقول المصب هذا وقع غلقه بدون قرار قضائي، واتخذ القرار ومشاو باش يحلوا مصب جلالة. ونعرفوا اللي صار، احتجاجات كبيرة مواطنين، وقع حرق المصب هذايا، وكانت ممكن تؤدي حتى إلى كارثة، وممكن تصير فيها حتى أموات ومواجهات مع الأمن إلى غير ذلك. قرار مثل هذا زاد عقد المشكلة وزاد صعبها. عدنا من جديد للوضعية النقطة الصفر، ولقينا روحنا في جربة أمام فضلات متراكمة في الشوارع، حرق يومي للفضلات، احتقان كبير، احتجاجات، مسيرات، مظاهرات، فوضى عارمة تعم الجزيرة، هددت حتى حياة المواطنين، السياحة لغير ذلك. هذه حاولوا أن ننظفها من بلاستيك، من حاجات نستفيدوا منها، يرسكلها اللي عندهم أصحاب الشهادة العليا ممكن يوفر لهم عمل في الأشياء هذه. أو بالطريقة هذه أو مناوشاتها وسكرها وحلها ومش عارف، هذا ماهوش حل. يلزمنا نحاولوا أن كيفاش نلقوا حل جذري ودائم. زاد الوضعية هذه دامت فترة، نفس الوزير يأخذ قرار آخر، وهو اعتماد الحاوية العازلة. الحاوية العازلة هذه في سيدي سالم ما تبعدش برشا على المشروع اللي أنجزته بلدية حمص السوق. الحاوية العازلة هذه معناها مجرد معناها مكان لردم النفايات. في نفس الوقت بعد الفترة هذه وقع جلب آلة للف الفضلات ووضعها في أكياس، جبل من الأكياس موجود حاليا في أغير. قرارات كي من هذه روحنا ما تنجم تكون كان أكثر حلول وقتية، ولكن ما أعطتش الجدوى نتاعها باعتبار أن المشكل في كل لحظة ينجم يرجع إلى النقطة الصفر. سي شوات جاء قال احنا باش نعملوا لوريبانوس في سيدويكش، واحنا توا عندنا شركات قاعدين يتعاركوا على الليبال باش يشروهم. يا اخي اهلي سيدويكش قال والله ما يسالش، احنا مادام الناس تتعارك والليبال باش يتهزوا كل جمعه وجمعتها، الناس قبلت يعني، قال لك ما فماش حتى مشكل، بالعكس احنا نحبوا الحلول. جات لوريبانوس، واليوم نخلصوا في 76 دينار الترناطة، يعني نلفوا في الزبلة ونخلصوا عليها 76 دينار الترناطة. يعني مش نعطيك هكا تقييم، يعني في العام تتكلف على الدولة التونسية 4 مليارات و200 باش نلفوا زبلة ونحطوها كداس، ومالو رسموها الشركات هذوما برامو تعاركوا بيناتهم وما رجعوش، مثلا مش حتى الشركة باش تهزهم وباش يقعدونا على قلوبنا إن شاء الله غادي، باش ترسلنا في الاخر بعد ما نصرفوا 4 مليارات كل عام باش ترسلنا نردموهم سير بلاس. وهذا كان باش يصير في عوض نصارحوا الناس ونجيبوا الحقيقه تو علاش نلفوا فيها الزبله ما دام باش تردم سير بلاس. عندنا 4 مليارات خلي البلديات تتفرد بهم ونعملوا شويه كياسات. وكارثه غادي، كارثه سي اون فري كاتاستروف ايكولوجيك. أواخر سنة 2017 أو بداية 2018 يكون الوحدة هذه وحدة التثمين موجودة، عبارة على مصنع مسكر ما فيهش خانة متاع ردم، هذه تدخل النفايات، معناها تجيب طرق سليمة وعصرية، شاحنات مسكرة، دي كونتينر مليانين بالنفايات،
وفي وسط المصنع في داخل وفي وسط لانسانت متاعه ما فيما حتى تعامل مع المحيط الخارجي، يقع فرز ميكانيكي ومعناه إعادة استخراج مواد كيما البلاستيك الورق معادن معينة، ويقع زادة إنتاج سماد عضوي اللي متعارف عليه وسلام معناه دي ستاندار معروفين يقع استعماله في الفلاحة. نجي نهبطوا بالفلاجة يا سيدي، اليوم في فرنسا في ألمانيا قاعدين نتخلاو على السينيراتور ونتخلاو على التكنيك هذوما تري سوفيستيكي ونرجعوا للفالوريزاسيون، ولينا نمشيو للديار نقول لهم يلا سفرزوا. On paye pour le travail à l'usine et en fait on repaye une deuxième fois pour le mettre en décharge ici. كي يجي الوزير يقول اي سي باش نعملوا ماكينه باش نعمل هكا وتعمل هكا، جو دوا لو كولوار هو وزير، فهمني؟ وانا كمشامل مدني، اما كي يجي حللها ان اكسبير ويقول لك راهو سي با بوسيبل سي با رياليزابل بالطريقه اللي هو يقدم لك فيها، يزيد نخاف اكثر. اليوم الدولة تقول لك أنا جو في فير أن بروجي دو 25 مليون دو دينار، نفرضوا عملتوا البروجي 25 مليون دو دينار والدولة خلصت غدوة يا كو تريتمون لو كو تريتمون سي تو رامين هل الفاموز انسينيراسيون جو سي با كوا دونك اون فا اتر اوز الانتور دو انتر 300 اي 500 دينار لا طن لو تريتمون دونك تجي بلدي تحط السوق اللي هي تعمل في 22 ألف طرناطة في العام في 300 هذا 6 مليارات الميزانية تاع السوق هي 6 مليارات، شكون باش يخلص؟ 6 مليارات، شكون باش يخلص من الزبلة؟ يعني ما تنجمش سي با بوسيبل معناها الدولة تجي تعمل لك مشروع كيما هكا ومن بعد تلوح هكا؟ الدولة يعني شنو معناتها؟ يعني أنت اليوم تو تفي بليزير تعمل هنا سيليراتور في جنة ها؟ وتقول للسفاقس باش يخلص عليك؟ سا لا با سونس حتى هو حاجته بالانسينيراتور والناس كل حاجته بالانسينيراتور بعدين شكون امي باش تخلص معناها يعني مشاريع كبيره كيما هكا معناها تقول انت تعمل على مستوى جهات كبيره وما تجيش معناها في 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 مش بالضروره مش بالضروره مش بالضروره انت وقت تجي تعمل مشروع تعمله على قد لي مويان تاعك. انت تسكن في كوخ وتعمل تواليت من ذهب يعني tu dois vivre avec ton environnement. أعطيك أنا الإكزامبل في الصيف الكيلو دلاع يوصل ب 300 فرنك التورنات ب 300 دينار يعني أنا نشري تورناتا دلاع ناكلها وقت باش نلوح القشور نتاعها تكلفني أغلى من الدلاع. في التريتمون نتاعها باوي القشر نتاعها باش تكلفني أغلى من الدلاع، عاد ما عادش نجيبوه الدلاع نتاعهم. On veut décentraliser mais on fait l'inverse là. يعني غدوة رئيس بلدية اللي باش يجي غدوة وبعد غدوة وبعد غدوتين يعني 4 مندا او موان il ne peut pas changer de technique. علاه ما ينجمش يقص الكونترا كيفاش؟ عاطينه شروط 20 سنة صحيح صحيح فهمت. ان انجاجمون تا في ان انجاجمون بوندون 20 ans l'état s'est engagé pendant toute cette période là. C'est pas un maire qui va venir casser ce contrat. معناها غدوة زيد ولا عمر رئيس بلدية ما ينجمش ما ينجمش. أنا اليوم كمواطن وكمجتمع مدني جو مو دوموند شنو هما لي سوليسيون اللي قاعدين يتحضروا لنا وشنو هما لي كونسيكونس نتاعهم. نيا با يو دو كونسيرتاسيون، أنا كنت نستنى من السيد الوزير نتاع البيئة باش يجي تجربة باش يقول والله نحب نكون عندي ديالوج ديريكت مع المجتمع المدني نتاع جربه اللي هو معروف ودوبوي 4 ans واللي هو على التيران واليوم عنده وعي كبير وعنده ثقافه كبيره في البيئه ويجي ويقول لهم ها واش نحب نعمل وخليه يسالوني ويسال ونسالوه ويعطينا قداش باش تكلف لي هذه ووقتاش وكيفاش وكذا كيما السؤالات اللي كان يقول لك عليهم سمير. هذا هو اللي ما صارش وهذا هو اللي احنا خايفين منه اليوم، خايفين منه سيت ديسيزيون اللي ان بو انغوباني كيما اللي رومبونس وخايف اللي من بعد باش تخرج الريحه. المشروع تاع كومبوستاج كيما اللي حلمت به وقتها قداش يتكلف؟ اذا كان اليوم مشروع الوزير يتكلف 25 مليون اليوم تريتمون كومبليت تاع جربه كامله فيه نرتاحوا من الزبل فيه الكومبوستاج فيه التريتمون تاع لي ديشي سيك فيه لا ستابيليزاسيون دي ديشي اولتيم قداش؟ هذو ماكسيموم دون لي 7 10 مليار
يعني بين 7 و10 مليارات مليمات تونسي. وقداش تتكلف على جيب المواطن؟ وبالعكس يرجع لها الفلوس. هاي كيفاش؟ من الكومبوست انت عندك يجي 20,000 طرناطة كومبوست غدوة باش تبيعهم للبور لازون توريستيك وكل شيء، ما هذيك سي رونت للبلدية. باش تبيعهم باش ترجع فلوس للبلدية، والبلاستيك اللي باش تبيعهم باش ترجع فلوس للبلدية، والكرتون اللي باش تبيعهم باش ترجع فلوس للبلدية، وانت غدوة كي تحكي على جربة تحكي اوني ليكولوجي. تو تخونكونت لا فالور كالا. معناها تتسوق حتى سياحيا. سياحيا سي اكسترا اوردينير. سي فريمون لافنيغ دو تيابا. وقت اللي تقول راهو انا جو فالوريز 70 à 80% دو مي ديشي، سي دو ليكسيبسيون مونديال. جربة تنجم تتحكم في نفاياتها بارخص الاثمان. باش نرهنوا بلادنا عند معناتها يعني شركات اجنبيه، راهو جربناها توا كيما في المطار الكاترينغ، جربناها في برشا مجالات، وشفنا اللي وقت اللي جبدوا رواحهم المؤسسات هذه خلاونا نعانيوا معناها في الاف الخدامه مساكن، يعني اللي شكون باش يقوم بهم. دونك نتصور غدوه بالحق يمكن لو كان تفرض علينا الظروف انه هل المتعاون ولا المستثمر الاجنبي اللي باش يجينا وبقوه الفلوس وبقوه التقنيه وكل ساعه باش نقعدوا نستحقوا له في التقنيه ديما، لانه ما متريزيوش هاللوتيه هذايا نتاع التكنولوجي دي بوينت، ما عندناش ناس المختصه فيه. ثم باش نضيعوا على روحنا فرصه كبلد ناشئ في الديمقراطيه في ان نمارسوا سياسه تشاركيه معناها ونخلقوا الحلول احنا بانفسنا. وكاين معناتها سي نجيب الدرويش وحكومه سي الحبيب الصيد بصفه عامه كاين يعني ماشيه في الحلول السهله باش ما تشاركش المواطنين. انا نقول والله لو كان نزيدوا نخموا شويه قبل ما نتعاطاو مع السهوله هذه في امنح المشروع الاجنبي، امنح المشروع الاجنبي، امنح المشروع نتاع الصحه الاجنبي، التعليم الاجنبي، معناش باش نخليو لنا وشنو اللي باش نبدعوا احنا وليش تصلح ديمقراطيتنا وين باش نوصلوا بها معناها. ثم ناس قاعده تتدخل في دي دومين كي با لو دومين كي كونيسون بيان وهما عندهم الحس الوطني كوم كوا يخدموا في البلاد، صحيح عندهم الحس وهما يخافوا على البلاد، مي مالوريزمون اي سي با كومون فيها. الو سي رياض، عسلامة. مرحبا. يعني تخيلوا مسؤول في الدولة ومش أي مسؤول، وزير يورط مجموعة من المحتجين في إبرام اتفاق باسم المجتمع المدني معه، يعني فين وصلنا؟ تخيلوا وزير معناها في عوض ينصت لجميع مكونات المجتمع المدني ويخرجوا مع بعضهم بحلول معناها تليق بالجزيرة واللي ما تتكلفش على الدولة معناها مبالغ يعني كبيرة، يقايض مجموعة من المحتجين مشاريع تنموية من فئة يعني مخبزة ومدرسة وتعبيد طريق هي أصلا معناها خارج على صلاحياته. أحكي على خبير فرنسي قال أنه تعهد له بإيجاد محرقة للمكعبات هذه متاع النفايات اللي ولدت معضلتنا في جربة بعد معضلة ما صب قلالة باش يحرق له، معناها تعهد له بانه يلقى له محرقه اللي حرق معناتها 50,000 قالب نتاع نفايات ب 300,000 دينار. هذا يعرف الانسان العاقل انه ما تجيبش حتى فورم تاع بيتزا في فندق يعني فاخر. معناها بصراحه يعني تخيلوا، انا فقدت نقول لك راهو المكعب الواحد القالب الواحد نتاع نفايات الوزن نتاعو 800 كيلوغرام، يعني الى اي درجه من الاستبلاه وصلنا اليوم بعد ما ورطنا في اله النفايات هذه، اله التعليم نتاع النفايات بكلفه تقريبا باش تتجاوز ال 5 مليار دوات في ظرف السنتين هذوم، من هذوما كل من الاموال نتاع دافعي الضرائب. كان يمكن حتى نشريو هالماكينه هذه ومعناها بخمس، صدقني يعني موجود على حتى على الانترنت بخمس المبلغ اللي تم كراءها به. بعد المهزة هذه نتاع ماكينة لف النفايات عشنا مهزة نقل المكعبات للصحراء في تطاوير، وشفنا الاحتجاجات نتاع هنا واخواننا في قبلي وفي تطاوير. يعني غريب جدا الصمت هذا نتاع الحكومة والنواب على التصرفات نتاع السيد الوزير، نقولها ونعاودها أو الحلول لا تأتي إلا بالانسجام بين مصالح الدولة والمجتمع المدني، حد ما يقصي حد، هذا هو الشرط الوحيد للنجاح.
غير ذلك راهو مجرد حلول مرتبكة وغير محمودة العواقب.